سلام بنات، سلام صحباتي الزوينات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كلشي على خير وبخير. اليوم جبت لكم غنحضر معكم واحد الكيكه ديال التفاح سهله بثلاثه البيضات وجوج خمارات وواحد ساشي تاع الفلون وجوج كيسان الدقيق ونص كاس السنيده ونص كاس الزيت ومعلقه تاع الكونفيتور وشويه الخل. طريقه التحضير غنقدمها معكم دابا بجميع التفاصيل ديالها، نتمنى انها تعجبكم وطرق الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش البنات من لايك، ولا باقي ما تابوناتش مرحبا بها عندي في القناه، تابونا عندي. غادي نخلطوا الخليط البنات مزيان هنا حتى تجانسوا العناصر في الخلاط الكهربائي، ومن بعد غادي ندفع عليهم المقادير بشويه بشويه. ملي نقادي وغادي نكبوا هذوك الخليط في واحد البول، وغادي نديروا نسيت هنا ما وريتكمش الحليب، راه كتبت لكم في المقادير في الوصف. كاس ديال الحليب غادي نزيدوه في الكاس ديال المولينكس يتخلط لنا باش يجمع لنا دوك العناصر ثاني، ونزيدوه ونحركوه غير بشويه 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 تدخل لنا في مع المقادير، يتخلط لنا مع المقادير. عاد بس نزيدو الدقيق بشويه بشويه صافي، وهذا ما كان. وهي الكيكه تكون عندكم وجبه غزاله البنات، نتمنى انكم تجربوها وتحضروها في المنازل، وتكتبوا لي في لي كومونتير التعاليق ديالكم زوينه ومحفزه. خليكم على فيديو. ديالنا الفران ملي غيخرج لنا من الفران ان شاء الله غادي نسقيه بواحد الكاس ديال الحليب، ولكن تكون باقي سخونه يلا خارجه من الفران. نسقيه بكاس ديال الحليب حتى يتشرب، من بعد نديرو عليه الكونفيتور، نديرو سباتولا ولا شي بانسو ولا شي حاجه، ونديرو الفوق من الكونفيتور تتولي بحال هكا. جات البنات تجي لذيذه بزاف، نتمنى انكم تجربوها بالصحه والراحه. تجي فيها واحد لوغو ديال الفلون لي غزال، وتجي شيشه وبحال شي طارت ديال التفاح البنات. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي الراي ديالكم في التعليق. بالصحه والراحه وشكرا لكم.